السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعار الدولار الأمريكي والعملات العربية أمام الجنيه المصري اليوم في مصر. هنبدأ بالعملات العربية. الدينار الكويتي ب 99 جنيه و53 قرش للشراء، ب 100 جنيه و55 قرش للبيع، بزيادة 5 قروش. أما الريال السعودي ب 8 جنيه و20 قرش للشراء، 8 جنيه و23 قرش للبيع. الدرهم الإماراتي ب 8 جنيه 39 شراء، 8 جنيه 40 البيع. الدينار البحريني 79 جنيه و46 شراء، 81 جنيه و84 قرش للبيع. الريال القطري 7 جنيه و80 قرش للشراء، 8 جنيه و47 قرش للبيع. الدينار الأردني ب 42 جنيه و77 قرش للشراء، 43 جنيه و47 قرش للبيع، بتراجع 4 قروش. هنروح للدولار أمام الجنيه في بعض البنوك المصرية. البنك الأهلي المصري، الدولار أمام الجنيه المصري مقابل الجنيه ب 30 جنيه 75 شراء، 30 85 بيع. أما بنك مصر 30 75 شراء، 30 85 بيع. بنك القاهرة 30 85 شراء، 30 95 بيع. البنك التجاري الدولي 30 85 شراء، 30 95 بيع. بنك البركة 30 85 شراء، 30 95 بيع. كريدي اجريكول 30 85 شراء، 30 95 للبيع. أما اسكندرية، فبنك اسكندرية مسجل 30 85 شراء، 30 95 بيع. قناة السويس 30 85 شراء، 30 95 للبيع. أما التعمير والإسكان مسجل 30 85 شراء، 30 95 للبيع. كده دي الأسعار النهاردة تقريبا في 9 بنوك أو 10 بنوك. فضلك اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس ويعلم على علامة الكل علشان يوصله كل جديد في ميعاده بإذن الله. شكرا جزيلا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.